أبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي والي جهة الشمس ماسة المحترم، سيدي عامل صاحب الجلالة عليك بتردد المحترم، سادتي أعضاء الوفدين المرافقين لسيادة الوالي المحترم ولسيادة العامل المحترم، سادتي فقهاء المدارس العتيقة وطلبتها، سيدي المندوب الإقليمي والجهوي للشؤون الإسلامية، سيدي رئيس المحكمة الابتدائية بتردد، سيدي وكيل الملك بها، سادتي أعضاء مؤسسة سوس للمدارس العتيقة، سادتي الأئمة والمرشدين الدينيين والمرشدات، وخلية المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجلس العلمي المحلي بتردد، سادتي رجال ونساء الإعلام، سادتي الحاضرين سيدات الحاضرات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فها نحن بصدد إصدار الستار في هذه الجلسة الختامية المباركة على آخر فصل من فصول هذه الدورة التاسعة، وفي مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي التأم جمعنا في الجلسة الافتتاحية، وبين هاتين الجلستين قضينا أوقات جميلة وعشنا لحظات سعيدة في رحاب وسطية الإسلام واعتداله، واستمتعنا بندوات وعروض قيمة وترفيهية ودينية وأبحاث شيقة وأمسيات علمية ودينية، وانتعشنا بالأفكار السديدة الرشيدة والاستبصارات الموفقة الحكيمة التي أسحقنا فيها السادة الباحثون الفضلاء، ووقفنا وقفة إعجاب وانبهار وإكبار أمام عظمة المدارس العتيقة وجهاد فقهائها الأجلاء وطلبتها النجباء، وحيينا بحرارة عطائها العلمية والأدبية والدينية والوطنية السقية المتميزة، وصفقنا لأنشطتها وإبداعاتها الهادفة الرائقة، وأعجبنا أيما إعجاب بمستواها المرموق وجمعها في التئام ووفاق وتناغم وتناسق بين حسنيي الحفظ والفهم، وجلها جنى جنة الحفاظ على الأصالة والهوية والانفتاح على العصر ومتطلبات الحياة المتجددة. وإننا نشكر الله جل جلاله على حسن عونه وتوفيقه وتهيئه الأسباب لنجاح هذه الدورة التاسعة لتلتحق بسابقاتها وتشكل معها عهدا ثمينا تعتز به أجيادنا، وإكليلا ذهبيا مرصعا ترتفع به إلى السماء هاماتنا. كما نشكر الشكر الجزيل وندعو الدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة محمد السادس أعز الله أمره وأدار نصره، الذي حمل جيد وصدر وهامة هذه الدورة بالتفاتته المولوية
الكليه الكريمه ورعايته الملكيه الساميه، فكان لذلك اثره محمود ووقعه الحسن في نفوس اعضاء مؤسسه فوس بالمدارس العتيقه، وفي نفوس فقهاء وطلبه المدارس العتيقه، وفي نفوس كل الحاضرين والحاضرات. وهذه المكرمه المولويه الجليله كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات وتيسير اقتحام العقبات وانجاح هذه الدوره وتحقيقها لاهدافها المتوقعه منها. شكر الله لمولانا امير المؤمنين مبراته واثابه على مكرماته المترادفه وعطاءاته السخيه المتواصله، وبارك الله في عمره وصحته واثلج صدره بنصرته الصغيره والكبيره. سادتي الفضلاء، سيداتي الفاضلات، لقد نجحت الحمد لله هذه الدوره كما نجحت سابقتها، واتت شجرتها الطيبه اكلها باذن ربها، ونحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ويتجلى نجاحها والحمد لله في مظاهر شتى، منها على الخصوص ما يلي: اولا، نوعيه الساده الباحثين المشاركين في تاطيرها واماره جوانبها المختلفه، فهم جميعا من العيار الثقيل والعنصر النبيل ومن الرواد النبهاء الذين لا يكذبون اهلهم ولا تستهويهم قدره الزمن كما يقول العرب. ثانيا، مستوى العروض والمحاضرات وعمق التناول والتحليل. ثالثا، نوعيه الحاضرين والحاضرات وانضباطهم وانتباههم وتفاعلهم الايجابي ومشاركتهم في المناقشات التي تعقب العروض والمحاضرات. رابعا، مستوى المدارس المشاركة المطلوب ومستوى أنشطتها التي أحيت بها الأمسيات وأسعفت بها الجمهور ونالت بها الإعجاب والتقدير. خامسا، الانضباط والتحلي بالأخلاق الفاضلة. سادسا، حسن التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. سابعا، مد جسور التواصل بين المدارس المشاركة على مستوى التلاميذ وعلى مستوى الأطر التربوية والإدارية، وبينها وبين مكونات المشهد العلمي والثقافي في مغربنا العزيز. من جهة ثانية، تعارفا وتبادلا للخبرات وتلاطحا فكريا ووجدانيا وتوسيعا للأفق المعرفي وإثراء للمدارك والملكات. سادتي سيداتي، إن مؤسسة فوس للمدارس العتيقة وهي تعتز بهذا الإنجاز الرائع الذي ينضم إلى سلسلة إنجازاتها المتميزة، ما كانت لتحقق ما حققت وتنجز ما أنجزت لولا جهود أعضائها الفضلاء وشركائها النبلاء والمحسنين الاختيار الذين أعطوها الدعم اللازم ماديا ومعنويا ووفروا لها أسباب النجاح والتألق، فبهم تقوم المؤسسة إن قامت، وبهم تنشط إن نشطت، وبهم تنجح إن نجحت. وإن المؤسسة لتتقدم بجزيل الشكر وجميل التقدير والثناء العطر لكل الجهات الداعمة، وعلى رأسها أولا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثانيا الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، ثالثا عمل
ثامناً التجارب العتيقة المشاركة التي أسست أجمل تأثير مشاهد الأمسيات الرائعة، وأنبست عاصمة سوسة العلمية حلة قشيبة هزت بها عرقها اعتزازاً وافتخاراً وانتشاراً. تاسعاً السادة الضيوف الأعزاء الذين لبوا الرغبة وأجابوا الدعوة وأعطوا بحضورهم الوازن للدورة التاسعة دفئاً خاصة وقيمة مضافة ثمينة. عاشراً السادة رجال السلطات المحلية والأمنية الذين أقاموا الدورة بجو أمني مريح متميز. 11 السادة والسيدات رجال ونساء الإعلام الذين ينقلون الكلمة الطيبة إلى البيوت ويسهمون بذلك في التنوير والتهذيب. 12 السادة والسيدات الحاضرون والحاضرات، شكر الله للجميع هذا الحضور وهذا الدعم المادي والمعنوي. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، ولطف بنا فيما قدره وقضاه، وانشأ على الدوام مساعينا واقصد مراعينا، وجعلنا خدام اوفياء لديننا وامتنا ووطننا بإذن القياده الرشيده والسياسه السديده لمولانا امير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين صاحب الجلاله والمهابه محمد السادس. دام له النصر والتاييد والتوفيق والتسديد قرير العين لولي عهد المحبوب الامير الجليل الموهوب مولاي الحسن مشدود الازهر بسموه الرشيد المولى رشيد، انه سبحانه نعم المولى